اسمي شيماء محروس عوض ابراهيم، ومتجوزه محمد حسني غريب مصطفى بقالي 18 سنه، وعشنا مع بعض لحد 2011. مفيش اي مشاكل ما بيننا. كان شغال في بنك اسمه البنك المصري لتنميه الصادرات، وبعد كده اتفصل من البنك. بعد كده قعد سنه في البيت، وبعد السنه دي سافر بره اشتغل 4 سنين او 5 سنين، ولما جه حصلت برضو مشاكل هناك ونزل برضو مشكله من السفر. ولما جه من السفر اشتغل هنا، بقى مضطرب نفسيا، وبقى يضربني انا والعيال، وكل شويه يطردنا من البيت وكده. فطبيعي زي اي ست خفت على اولادي من اسلوبه من طريقته. مش ما كناش مأمنين على نفسنا معاه طبعا، لان هو بقيت خايفه عليه وعلى اولادي ان هو يعمل فيا حاجه انا وعيالي، لدرجه ان انا وعيالي كنا اصلا قاعدين في اوضه بنقفل على نفسنا من الخوف ان احنا مش عايزين نقعد معاه. يعني انا ذات نفسي مراته ما كنتش بنام معاها في اوضه واحده، كنت بنام مع عيالي، انا كنت خايفه على عيالي منه. ابويا كان شغال بره واترفض، فرجع من الشغل كان بيقعد يضرب فينا انا وامي. فامي فالناس تصرفاته غريبه، فالناس سموه محمد المجنون. فامي خدتني انا وقالت له طب ما تيجي اوديك عند المستشفى نفسيه. قال لها لا انت عايزه تطلعيني راجل مجنون عشان تاخدي الشقه. قام ضرب امي. امي خدتني انا احنا وهي، رحنا عند جدي عشان العيشه هناك عند جدي مريحه وكويسه.